السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن موضوع جميل جدا بعنوان سوف يأتيك الفرج مع هذه الأحلام. أحلام لو شفتها يأتيك الفرج. أول رؤية معانا، وخلينا نبدأ بيها، للمرأة المطلقة والأرملة، صورة الإخلاص، فرج. رؤية المحامي وهو يدافع عني، فرج. رؤية السلحفاة في البيت، فرج. رؤية ميت يتوضأ، فرج. رؤية الأب حزين وهو ينصحك، فرج. رؤية سيارة الإسعاف، فرج. غسل الشعر بالصابون أو بالشامبو، فرج. رؤية تنظيف قمامة البيت، فرج. رؤية الأب الحي وهو مبتسم، فرج. رؤية مدعبة الطفل الصغير الجميل، فرج. رؤية الخروج من مسكن ضيق أو من طريق ضيق، أي شيء ضيق وأنا أمر منه وانتهي منه ويبدأ الموضوع في اتساع، هذه الرؤية تدل على الفرج. رؤية الصيام، فرج. رؤية قراءة الفاتحة على جني، فرج. رؤية الصياح مع الفرحة للمرأة المتزوجة، فرج. رؤية شراء دبلة من الذهب، فرج. رؤية الهروب من شخص يلاحقني أو من قضية الخطف أو الاختطاف، فرج بإذن الله تبارك وتعالى. فكل هذه الرؤى تدل على أنه سوف يأتيك الفرج إن شاء الله تبارك وتعالى. تضرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.